في العراق يهدر الفرد الواحد من الطعام 120 كيلوغرام في العام الواحد. اليوم معي الشيف تارا وهي ربة بيت، ستحدثنا عن كيف نحفظ الطعام من الهدر، وتحدثنا أيضا كيف نعد وجبات طعام من بقايا طعام متواجد لدينا في البيت من دون هدره وإتلافه. أي شيء زايد ما أذبه أخليه بالثلاجة، مثلا أحتاجه ثاني يوم أو ثالث يوم أسوي في الطبخة. هسه مثلا أنا عندي هذا اللحم المثروم مال كبة بقى، خما ذبه راح أسوي بها يعني فد أكلة، والصدر مال دجاج نفس الشيء. يعني اليوم تارا عندها بقايا فلفل موجودة بالثلاجة كانت، وعندها أيضا بقايا من الخضار اللي هي الكوتيتا والجزر والبازاليا، وعندنا ايضا بقايا من الجبن، وايضا عندنا بقايا من صدر الدجاج راح نسوي من عندها اكله الفاهيته. شنو نسوي حتى نحافظ على الطعام من الهدر ابتداء من التسوق وحتى الطبخ؟ يعني ما نسوق هوايه، يعني ليش التبذير؟ احنا مثلا اربعه نسوق على قدنا.